الملاكمة. لم تروا شيئا أعزائي المشاهدين، بعد يوجد المزيد. تعليمات الحكم في منتصف الحلقة: إبقاء الرأس عاليا وعدم المسك وعدم الضرب تحت الحزام، تاتش جلوفز. الروح الرياضية، مدربين كوزاخستان كانوا مدرسة كبيرة في عالم الملاكمة ولا زالوا حتى الآن، وكذلك اللاعبون الإيرانيون يتمتعون بلياقة وقوة جسدية وجسمانية، ولديهم المزيد والمزيد من الإنجازات والمفاجآت. البداية حتى الآن من كازاخستان، المنتخب الكازاخي الذي سيطر على منصات التتويج العالمية لسنين عدة، ولخبراء الرياضة في الألعاب الفردية لقد عانينا الكثير من وجود المنتخب الكازاخستاني القوي الذي يمنع وصول أي الفرق الأخرى. منافسة كانت بين كازاخستان وأوزبكستان، الآن تنازعهم الهند ودول أخرى في الصدارة. وكما أرى في هذه البطولة أفغانستان لديها مستويات قوية، إيران. نحن في مجموعة صعبة من الدول الآسيوية، تعتبر أسياد الألعاب الفردية. نستكمل مجريات اللقاء. اللاعب الإيراني في الركن الأزرق يبحث عن فرصة، يبحث عن تنقيط، واللاعب الأحمر يبحث عن إقناع القضاة بأحقيته للفوز في الجولة الأولى. وعند الدقيقة الأولى من الجولة الأولى وعشرون ثانية، يطلب الحكم من الركن الأحمر برفع رأسه عاليا، ويبدأ الركن الأحمر بلكمة مستقيمة نحو الجذع، واللاعب الإيراني لكمة يبدله لكمة أخرى نحو الجذع. اشتباك غير متعمد تلقائي، ولكمات كلوز فايت، لكمات عن مستوى قريب، تكون هي اللكمات الصاعدة فقط والخطافية. مجموعة من اللكمات القوية، وانظر إلى الفوتورك. لقطة جيدة، لقطة جميلة سيادة المخرج. الفوتورك، محمد علي كلايكن يقول: لا تسألني كيف ألاكم بيدي، واسألني كيف أتحرك برجلي. نعم، هذه مقولة صحيحة. الفوتورك تقريبا هي أهم شيء في الملاكمة، وليس اليدين كما تظنون. أعزائي المشاهدين، مع احترامنا للخبراء الرياضة في مجال الملاكمة الذين يعرفون هذا الأمر مسبقا، تستمر هذه اللقاءات القوية في البطولة القارية المقامة على أرض دبي، عاصمة الرياضة العالمية. لكمات قوية، لكمات مؤثرة. الدقيقة 42 ثانية، ولكمات مستمرة من كلا اللاعبين. اللاعب الإيراني يبدو بثقة أكبر، وعشر ثواني حتى نهاية الجولة الأولى. لقاء حماسي ومشتعل. الحكم يطلب إبقاء الرأس عاليا، ونهاية الجولة الأولى ونحو الاستراحة لمدة دقيقة، ونتابع بعدها استكمال تحري الفائز من بين هاتين الدولتين الكبيرتين في عالم الألعاب الفردية. استشفاء ونصائح وتبريد للجهاز العصبي والجهاز، انظر إلى الإعادة بالبطيء. لكمات نحو الرأس والجذع، اشتباك غير متعمد. المزيد والمزيد في انتظار بداية الجولة الثانية. يطلب، هذه عادة جميلة أخرى لحركة الأقدام على الحلقة، من أبرز المزايا للملاكم الحصول على فوتورك جيد. وبداية الجولة الثانية مع لكمات يرجى منها الفوز من كلا اللاعبين، وتبادل لمجموعة اللكمات، ويبدو اللاعب الإيراني أكثر تركيزا أو أكثر ثقة حتى الآن، ولكن في علم الغيب.
الفائز في هذا اللقاء. كازاخستان ترقب وزوغان وهروب من اللكمات القوية. خبرة اللاعب الأحمر في الهروب من اللكمات القوية، الهروب التكتيكي والخداعي وليس الهروب بمعناه الآخر. لاعب إيراني بشكل واثق ولكمات قوية. اللاعب رضائي والثقة الكبيرة. يا سلام على الفنيات ويا سلام على اللعب. لاعب زكير من كازاخستان يبدو لي ذو خبرة كبيرة في التحرك حول الحلقة والتحرك نحو الجوانب لتفادي الهجوم القوي الكاسح من اللاعب الإيراني لاعب الرضائي. انظروا إلى الخبرة والثقة، العين لا ترمش عند الكازاخي الركن الأحمر، العين لا ترمش. التركيز، التحرك نحو الجوانب والهروب من اللكمات القوية. لقد استشعر قوة رضاي الأزرق. الحكم يطلب من اللاعب الأحمر عدم الانحناء نحو الأسفل أو نحو إنزال الرأس، ومن اللاعب الأزرق عدم الضغط عليه للأسفل. لكمة قوية يمنى من اللاعب الأحمر نحو الزاوية الزرقاء. لاعب إيران اللاعب رضاي يبحث عن المزيد من النقاط. أو لكمة قوية مستقيمة يمنى نحو الرأس واشتباك غير متعمد. والحكم يطلب من الركن الأحمر هذه المرة رفع الرأس عاليا ويطلب استكمال اللقاء. لكمة قوية يسرى من لاعب كازاخستان ولكمة يمنى مستقيمة. أوه لكمات مؤثرة، هل يقلب النتيجة في هذه اللحظة؟ انظروا إلى التركيز الركن الأحمر، تركيز ولكمتين قويتين أثرت على اللاعب رضاي برغم أنه يحاول إظهار عدم التأثر باللكمتين القويتين. لكن 10 ثواني يمنع الضرب بعد قرار الحكم وابتسامة، ابتسامة تعني الكثير من اللاعب الأحمر بعد الضرب بعد قرار الحكم. نهاية الجولة الثانية وراحة. يبدو لي لاعب كازاخستان في خبرة وثقة وتحمل كبيرين برغم اللاعب الإيراني اللاعب رضائي لاعب قوي، ولكنه تلقى لكبتين قويتين. يساعدنا بها المخرج في هذا الفاصل إذا أمكن. يا سلام، شوف هذه مجموعة من اللكمات الصحيحة القوية. لكمة قوية مباشرة يمنى مستقيمة يمنى كروس، وهذه الرد عليها. شوف 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 اللقاء، تعلم من هذا اللقاء القوي. نرى في الإعادة بالبطيء ما لا نراه في الواقع. العين البشرية بالعين المجردة لا ترى هذا، لا ترى هذه الانفعالات ولا ترى هذه القوة في اللكم. بداية الجولة الثالثة والأخيرة، دخول وبداية من لاعب كازاخستان يريد إثبات الأفضلية في هذا اللقاء. أعزائي المشاهدين، من يكون الفائز في هذا اللقاء؟ أترك التخمين لكم ولا أستطيع أن أخمن من الفائز حتى الآن. يطلب الحكم من لاعب ركن أحمر إبقاء الرأس عاليا، واللاعب الأحمر يعطي لكمات صاعدة نحو الجذع، ولكن لكمة مستقيمة سريعة جاب قوي. اللاعب كازاخستاني تحول في الجولة الثالثة. نعم، يقول له المزيد. الركن الأزرق يطلب من الأحمر المزيد، تحداه بإصدار المزيد من اللكمات القوية المؤثرة. لدي فك حديدي، أعطيني المزيد. كازاخستان اكتسب ثقة أكثر في الركن الأحمر. الخبرة هنا تلعب مجال. اليدين في الأسفل ليست حركة محببة إنما لمن يعرفها ويستطيع استخدامها، لكن تظل لعبة الملاكمة هي لعبة المفاجآت. الحكم يطلب من لاعب الركن الأحمر بعدم المسك. شوف لكمات، لكمتين يسراويتين من لاعب الإيراني رضائي.
واللاعب زكير له بالمرصاد، يتحرك كلا اللاعبين بشكل صحيح وكأنها الجولة الأولى. انظر، احنا نتكلم عن الجولة الثالثة، كلا اللاعبين انظر مجهود السنين والشهور، مجموعة من اللكمات من كلا اللاعبين وسيل من اللكمات. ممنوع الضرب خلف الرأس من الحكم. استكمل اللقاء في الدقيقة الأولى وخمسون ثانية. اللاعب رضائي يصدر اللكمات القوية ليرجع مرة أخرى للسيطرة على اللقاء حيث بدأ في الجولة الأولى، ولكن الخبرة الكازاخستانية الكبيرة من اللاعب الأحمر كما نرى في الزوغان من اللكم والهروب من بعض اللكمات والالتفاف والدوران. لقد طبق كتاب الحماية كما يجب. انظروا للسكيب، انظروا اللكمات، انظروا للهروب من اللكمات والخبرة التي أظهرها في الجولة الثالثة. أتوقع لو بدأ في الجولة الأولى بذلك لقلت أنه الفائز. هذه الخبرة تلعب دور هنا. الحكم يستكمل اللقاء. اللاعب الإيراني يحاول السيطرة أمام المفاجأة الكازاخية في الجولة الثالثة. لكمات قوية من رضائي، اللاعب شرس يتحدى الماكينة الكازاخستانية ويتحدى الخبرة بالقوة. وانظر إلى تلك اللكمات. الحكم يطلب عدم لمس كرة الركن الأزرق. يستكمل اللقاء. اللاعب رضائي يظن أنه الفائز. هل يكون للقضاء نفس الرأي أم لديهم رأي آخر؟ علينا بانتظار القرار بعد نهاية الجولة الثالثة. رضائي، هل تكون أنت الفائز كما أعلنت أم أنك استبقت القرار؟ انظر للخبرة الكازاخية والماكينة الكازاخية الصامتة. شعب لا يتحدث بل يعمل. لقطة جميلة، التصوير والحضور النسائي في البطولة من لاعبات ومصورين وحكمات وقاضيات، ويوجد الكثير. انتظار القرار، الإيراني رضائي يشير بانتظار مستعجل على النتيجة. فاز. لم تتوقع يا رضائي النتيجة، فقد فازت الخبرة الكازاخية على القوة والصلابة الإيرانية. هل ماكينة الكازاخية تثبت أنها الأفضل؟ مبروك يا زكير سافلين. الخبرة لها دور، قد تكون قويا، قد يكون لديك بنية لاعب رضائي غير راض، ولكن نشكركم جميعا. هذه الروح الرياضية وهذه اللعبة، أديت مباراة قوية يا رضائي، ولكن القادم أفضل.